أهلا بكم من جديد. في العاشر من يونيو من كل عام يحتفل الصحفيون المصريون بيوم الصحفي، حين انتفض الصحفيون في جمعية عمومية طارئة عام 95 احتجاجا ورفضا للقانون 93 الذي وصف بقانون تكميم الصحافة، ونجح الصحفيون في وقف العمل به بعد تمريره في مجلس الشعب وتصديق مبارك عليه، ومبارك ساعتها قال القانون هينام لوحده. لكن تأتي الذكرى 19 هذا العام بصمت كبير من قبل الأوساط الصحفية ومؤسساتها الرسمية منها والخاصة على ما يحدث للصحفيين من اعتداءات، حيث قتل ما لا يقل عن 6 صحفيين فضلا عن اعتقال ما يقرب من 15 منذ عزل مرسي، وفقا لإحصاءات لجنة حماية حرية الصحفيين الدولية. أما الرقم المصري فهو أكثر من ذلك بكثير. فهل يعيش الصحفيون في الصحافة والصحافة في مصر أسوأ عصورهم، أم أن ما يحدث هو مجرد سحابة صيف سرعان ما تنقشع؟ في صمت تمر الذكرى 19 ليوم الصحفي المصري، لكن المرصد العربي لحرية الإعلام والتعبير بعث برسالة إلى ضياء رشوان نقيب الصحفيين بهذه المناسبة لحثه على تحرك نقابة الصحفيين والقيام بدورها للإفراج عن 48 صحفيا وإعلاميا معتقلين بتهمة ممارسة عملهم. المرصد أرفق بالرسالة قوائم بأسماء المعتقلين وجهات عملهم وتاريخ اعتقالهم وبأسماء الصحفيين المحكوم عليهم بأحكام عسكرية، وعددهم 6 صحفيين. ويرى كثير من الصحفيين أنهم يتعرضون لشتى أنواع الانتهاكات التي تمنعهم من ممارسة عملهم وتقيد حرية الصحافة والتعبير وتعرض البعض منهم للقتل والاعتقال. المرصد العربي للحقوق والحريات قال إنه منذ انقلاب 3 يوليو قتل 10 صحفيين وإعلاميين خلال 10 أشهر فقط بواقع قتيل كل شهر، من أبرزهم الصحفية ميادة أشرف، وعدد من الصحفيين خلال عملية فض اعتصام 4 العدوية هم أحمد عبد الجواد ومصعب الشامي وحبيب عبد العزيز، بالإضافة لعشرات الصحفيين الذين تعرضوا لإصابات متنوعة خلال هذه الفترة، وكان من أبرزهم الصحفي بموقع اليوم السابع خالد حسين الذي اتهمت قوات الأمن الطلاب بإصابته، إلا أنه قال أن قوات الداخلية هي من أطلقت النار عليه. المرصد قال أيضا إنه تم احتجاز المئات لفترات متباينة، ولا يزال 48 منهم رهن الاحتجاز حتى الآن، سواء بحكم قضائي عسكري أو مدني أو بدون أحكام قضائية من الأساس، ويتعرض الكثيرون منهم لخطر بالغ في محبسهم دفعهم للإضراب عن الطعام، ومن بينهم الصحفي هاني صلاح الدين وأحمد عز الدين وأحمد سبيع وإبراهيم الدراوي والصحفية سماح إبراهيم. ويوم الصحفي المصري تحل ذكراه في البلاد في 10 يونيو من كل عام، وهو اليوم الذي شهد انتفاضة الصحفيين والتئام الجمعية العمومية الطارئة لنقابة الصحفيين. في مثل هذا اليوم من عام 1995 احتجاجا ورفضا للقانون رقم 93 الذي وصف حينها بقانون تكميم الصحافة. الصحفيون نجحوا في ذلك اليوم بالفعل في وقف العمل بالقانون حتى بعد تمريره في مجلس الشعب وتصديق الرئيس المخلوع حسني مبارك عليه، وشاركوا في وضع قانون بديل وهو القانون الحالي رقم 96 لعام 1996. ولمناقشة أوضاع الصحافة في مصر أرحب بضيفي في استوديو مصر الليلة قطب العربي الأمين العام المساعد السابق للمجلس الأعلى للصحافة والمتحدث باسم المرصد العربي لحرية الإعلام، وبطبيعة الحال معنا أيضا من نيويورك شريف منصور منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في لجنة حماية الصحفيين، ومعنا عبر الهاتف هشام يونس عضو مجلس نقابة الصحفيين من القاهرة. وأبدأ بك أستاذ قطب، ما هي آخر الأرقام لديكم عن أعداد الصحفيين الذين قتلوا والذين اعتقلوا والذين أصيبوا؟ شوفوا حضرتك قلت انه 6 اعداء 6 يعني قتلى، ده لا هو ده الرقم فعلا اللي بتقوله بعض المنظمات الحقوقيه الدوليه، وده رقم مش مظبوط لانه الفعل في 10 قتلى منذ 3 يوليو فقط باستثناء يعني بخلاف 3 من قبل ذلك.
ذلك يعني بالتأكيد العشر علشان بس ما حدش يقول مين هم، يعني أحمد عاصم وأحمد عبد الجواد وحبيب عبد العزيز ومصعب الشامي وتامر عبد الرؤوف ومايك دين ومحمد الديب ومحمد حلمي ومصطفى الدوح ومياد أشرف، عشر أسماء بالأسماء موثقين بالأسماء وبتواريخ قتلهم وبالأماكن التي أيضا قتلوا فيها. فدول عشرة شهداء فقط من الصحفيين والإعلاميين. يمكن البعض يتحجج أن دول مش أعضاء نقابة، طبعا في بعضهم أعضاء نقابة صحفيين. كم عدد أعضاء النقابة منهم؟ يعني ممكن فيهم ثلاثة تقريبا أعضاء نقابة صحفيين، أحمد عبد الجواد، أحمد عاصم، تامر عبد الرؤوف، يعني أحمد وأحمد عاصم وأحمد عبد الجواد وتامر عبد الرؤوف وحبيب عبد العزيز اظن، يعني اذا كان النقابه ادتها العضويه لا مش متذكر، ومياد اشرف دول. لكن المساله مش بالعضويه النقابه استاذ زين. لا ما هو صحفي اي صحفي بالضبط، الصحفي هو اللي بيستهدف. لكن عدد المصابين بقى من الصحفيين؟ عدد المصابين عدد كبير الحقيقه. حسب المرصد بتاعكم؟ لا احنا كنا رصدين اعداد اوليه، ما نقدرش نقول انه ده رقم نهائي لانه كل شويه نكتشف ان كان في مصابين اخرين. فانت بتتكلم عن كان اكثر من 150 يمكن مصاب يعني في على مدار الفتره اللي فاتت، وده انا مش عايز اقول هذا الرقم لانه كان رقم الحقيقه قابل للتطوير وقابل أكثر من كم مصاب؟ اكثر من 150 من الاصابات التي تعرض لها صحفيون ومراسلون ميدانيون، اصابات متنوعه بطبيعه الحال. لكن الرقم الاهم المعتقلين هو ده الرقم المهم الآن، إن احنا قدرنا نوثق 48 حالة حتى الآن، وأيضا هذا الرقم قابل للزيادة مع ورود المزيد من المعلومات الجديدة في هذا الصدد. 48 ده عدد مش شوية. كم عدد الأعضاء النقابة الصحفيين من 48؟ يعني عدد أعضاء النقابة الصحفيين منهم حوالي 7 تقريبا من أو 8 اللي هم معاهم عضوية نقابة الصحفيين. لكن الباقي كمان احنا يعني مش عايز اقف كتير عند النقطة الشكلية دي، نقطة عضوية النقابة، لانه يعني اي صحفي بيحمل ورق بيحمل قلم بيحمل كاميرا هو بيستهدف لانه صحفي مش لانه عضو او ليس عضو من نقابة صحفيين. يعني الذي يستهدفه لانه بيحمل كاميرا هو مش عارف انه ده معاه عضوية نقابة صحفيين او لا. انت وجهته خطاب لنقيب الصحفيين الدكتور ضياء رشوان، هل حصلتم على اي رد؟ لا هو الحقيقه انا اللي ارسلت الخطاب بالامس للنقيب ضياء رشوان، ومرفق بي الخطاب يعني قائمه باسماء المعتقلين وقائمه باسماء الشهداء ايضا وقائمه باسماء الذين يعني تعرضوا لمحاكم عسكريه اللي اخذوا احكام او اللي خرجوا من المحاكم العسكريه. في 6 صحفيين ايضا حكموا محاكمات اخذوا احكام، دول 6 في اكثر من 6 حكموا، لكن 6 هم اللي اخذوا احكام من احكام محاكم عسكريه، بعضها وقف وبعضها بينفذ بالفعل الان. فاحنا المهم الرقم الكبير رقم ال 48 ده لاول مره في تاريخ مصر يبقى عندنا 48 شخص يعني يحمل مهنة الصفة الإعلامية ومعتقل. هذه أول مرة. أيضا عبر الهاتف من العاصمة الأمريكية واشنطن السيد تشارلز دون مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة فريدم هاوس. سيد دون، ما هو تقييمكم للصحافة في مصر اليوم والصحفيين بيحتفلوا باليوم بالذكرى 19 ليوم الصحفي المصري؟ أعتقد أن وضع حرية الصحافة في مصر تدهورت خلال العام الماضي بشكل كبير، ووفقا لتقرير الصحافة التابع لبيت الحرية يشير إلى أن الصحافة ليست حرة في مصر، وفيما يتعلق بقتل الصحفيين واعتقالهم وكل هذه الأمور كان لها أثرا يهدد الصحفيين في مصر، وأخشى أن هذا التوجه سيستمر ويتواصل. هل لديكم أي تواصل أو يعني من خلال تواصلكم مع الحكومات لاسيما في الولايات المتحدة، هل تشعرون أي اهتمام من جانب الإدارة الأمريكية بحرية الصحافة في مصر؟ نعم، هناك قلق كبير، حرية التعبير وحرية الصحافة، غياب حرية الصحافة وحرية التعبير، رغم أن هذه مضمونة في الدستور الجديد، الدستور المصري الجديد، يشير
انحدارا وفي مجال حقوق الإنسان في الدولة، وهذا يبعث على القلق لدينا في فريدم هاوس أو بيت الحرية وكل الجهات التي تتابع مصر. شكرا جزيلا تشارلز زون، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة فريدم هاوس، كان معنا عبر الهاتف من واشنطن. وينضم إلينا عبر الأقمار الاصطناعية أيضا من نيويورك شريف منصور، منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في لجنة حماية الصحفيين الدولية. أهلا وسهلا بك أستاذ شريف. فيما يتعلق بحرية الصحافة في مصر، ما هو تقييم المركز لها الآن؟ بالطبع احنا قلنا اكثر من مره انه الوضع بالنسبه للصحافه في مصر يعتبر الأسوأ منذ ان بدانا مراقبه وتوثيق الانتهاكات ضد الصحفيين في مصر منذ عام 1992. قتل الصحفيين وتهديدهم واعتقالهم استمر وتصاعد بصوره غير مسبوقه، مما جعل مصر على قائمه اخطر ثالث دوله في العالم ضد الصحفيين، وأيضا الآن تعتبر من أكبر 5 دول في حبس الصحفيين، وهي أرقام غير مسبوقة إذا خدنا في الاعتبار أنها حصلت خلال 10 أشهر بالتحديد. هل الوضع السياسي في مصر يبرر ما حدث للصحفيين؟ ألو؟ أيوة يا فندم، بسألك هل الوضع السياسي، الأوضاع، يعني مصر بتقول أن هي بتحارب الإرهاب وأن هي في حالة حرب ضد الإرهاب، هل هذه الحرب التي تعلنها السلطة في مصر تعتبر في رأيكم سببا منطقيا لهذه الردة في حقوق الصحافة والصحفيين في مصر؟ بالطبع لا، هو عبارة عن شعار مرفوع يتم من خلاله تبرير الانتهاكات ضد الصحفيين. رأينا في مصر لأول مرة يتم مهاجمة صحفيين وإدانتهم بالترويج للإرهاب بسبب تضم الجزيرة العديد من الصحفيين لم يفعلوا شيئا غير ممارسة عملهم الصحفي بالتحديد. أيضا هناك اتجاه للتصعيد لمراقبة وتحليل ومتابعة ما ينشر على وسائل الاجتماعية على الانترنت، وهو أيضا يستخدم التبرير محاربة الإرهاب في نفس الوقت التي يتضمن برنامج المراقبة، مراقبة أنشطة خاصة بجمع وتوثيق المعلومات وآراء قد تكون مخالفة للحكومة، وهو استكبال لنفس السيناريو التي تقوم به الحكومة منذ توليها السلطة في يوليو الماضي. أرجو أن تبقى معي أستاذ شريف منصور. معنا أيضا عبر سكايب من القاهرة الصحفي هشام يونس، عضو مجلس نقابة الصحفيين من القاهرة. أستاذ هشام أهلا وسهلا بك. أنتم في نقابة الصحفيين، يعني تقريبا العالم كله بيتكلم على ارتداد في حرية الصحافة في مصر، هل أنتم شايفين دوت في نقابة الصحفيين ولا لكم وجهة نظر أخرى؟ ألو سيد هشام يونس، كان سؤالي ليك انه العالم كله تقريبا بيقول ان فيه رده في حريه الصحافه في مصر، مصر مصنفه على انها من اخطر 3 دول في العالم على حياه الصحفيين، ومن اكبر 5 دول في العالم في سجن الصحفيين. انتوا في نقابه الصحفيين تقييمكم ايه لوضع الصحافه الان بعد 3 يوليو؟ هو بس في خطا، انا هشام مبارك مش هشام يونس. عموما نقابه الصحفيين يعني الهبة اللي كانت هبتها في سنة 95 ما زالت محفورة في ذاكرة كل صحفي في مصر، اللي وقفنا واعترضنا على القانون 95. اللي شايفه هذه الآن القانون يا أستاذ هشام، القانون كان 93 لسنة 95 لسنة 95 نعم. اللي مبارك ساعتها قال عليها ينام لوحده، مش كده ولا إيه؟ مش هو ده؟ هو مش اللي احنا مش بنبيع ترمس، هو اللي طلع بالليل هو طلعوه بالليل وقالوا ده ما تقلقوش منه، ده الصبح هينام لوحده. الصبح هينام، هو ألعب النص ولا حاجة، ألعب النص إن هو اللي حصل إن إنه هينام لوحده. لولا وقفة الصحفيين ولولا إن مش بس الصحفيين على فكرة، لأنه الاعتداء على حرية الصحافة اعتداء على حرية كل مواطن. طب أنا عايز أسأل في هذه النقطة الحقيقة سؤال فني شوية، يعني نقيب الصحفيين وقتها ما كانش من المعارضة، ده كان إبراهيم نافع رئيس مجلس إدارة الأهرام ورئيس تحرير صحيفة الأهرام والقريب جدا من مبارك،
لكن النقابة في عهد إبراهيم نافع، وإبراهيم نافع نفسه وأشهد له بذلك وأنا كنت في الأهرام ساعتها، راح في مجلس الشورى وفي مجلس الشعب ونافح ضد هذا القانون ووقف وقفة لم نشهدها من أي نقيب آخر. وما كانتش المسألة ليها علاقة بقى أن هو قريب من السلطة ولا بعيد عن السلطة، كان بيدافع عن مهنته. هل إحنا شايفين الموقف ده؟ هل إحنا شايفين الموقف ده دلوقتي أنه في صحفيين في مصر أو نقيب صحفيين في مصر بيدافع عن مهنة الصحافة المصرية؟ ده نقيب الصحفيين نسي اساسا يوم الصحافه ونسي، هو راجل مشغول يعني الله يعينه، نسي ان اساسا في يوم النهارده المفروض النقابه تحتفل بيه. يعني كنا ننتظر هذا اليوم كل سنه ليكون فعلا عيد للصحفيين. عزيزك كمان من الشعب مش بس الاستاذ ابراهيم نافع، كان الاستاذ جلال عيسى الله يرحمه وكان مدير تحرير لجريده الاخبار وكان وكيل مجلس النقابه وكان له يعني وقفات يعني عظيمه في هذا الشأن، كان كل الصحفيين. ده اللي كنت حتى بقوله ايام انتخابات النقابه، انا عمري ما شفت النقابه اتحدت على موقف كما اتحدت في مثل هذا الموقف. يسار يمين تيار اسلامي وسط ليبراليين علمانيين ملحدين حتى كله كان أشكرك. هب وقفة رجل واحد ضد هذا القانون. نتمنى نتحد تاني مره تانية. شكرا جزيلا لك هشام مبارك الكاتب الصحفي. شوف ايضا مشاهدينا عبر مواقع التواصل الاجتماعي ايه تعليقاتهم على الذكرى 19 ليوم الصحفي المصري مع الزميل عمرو حسن. في الواقع زين كان يوم منسي تماما على مواقع التواصل الاجتماعي، لم نرصد اي هاشتاجات سواء ترحب او تحتفل بهذا اليوم يوم الصحفي المصري، عدا هاشتاج متواضع جدا هو بعنوان يوم الصحفي، ليست عليه الا تغريدتان او اكثر، لكن على صفحتنا طرحنا سؤالا على كيف تنظرون الى يوم الصحفي المصري. هذا الحساب حجابي عفتي يقول: في ظل الانقلاب ما فيش حريه ولا عدل ولا كرامه حتى للمواطن الغلبان مش للصحفي بس. التدوينه التاليه من ايمي تقول: والله احنا بنطالب بالحريه للشعب كله ومن ضمن الصحفيين الحريه المصريين، وتحيه للابطال وراء القضبان عبد الله الشامي ومحمد سلطان وكل صحفي حر دفع حريته ثمنا لاخلاصه في عمله وسعيا وراء الحقيقه. التدوينه التاليه من ابن سينا يقول: كسرت الاقلام ومزقت الصحف وحبس الصحفيون، فعن اي حريه للصحافه تتحدثون؟ على تويتر نذهب سريعا مع محمد احمد يقول: للاسف ماتت الحريه بعيد ميلادها بعد ميلادها بعامين ونصف لاصابتها بفيروس الانقلاب العسكري الفتاك والذي اصاب كل شيء. شكرا عمرو، للاسف لم يعد لدينا وقت لننتهي من هذه الفقره اذا بشكر ضيوفنا قطب العربي الامين العام المساعد السابق للمجلس الاعلى للصحافه وايضا ضيوفي من نيويورك شريف منصور وعبر الهاتف هشام مبارك. وما زلنا معكم في مصر الليله وفي برنامج بعد الفاصل. قبيل مغادرتي قصر الرئاسه منصور يكرس الامبراطوريه العسكر وينقل ملكيه واداره ميناء العريش بالكامل الى وزاره الدفاع بقرار نشرته الجريده الرسميه.